الحياة التي تتسلل من الباب قد تعود من الشباك بأشكال أخرى. إنه سوق الكتب في مارم خايل ببيروت. قد يكون الكتاب صار من الكماليات في بلد يعيش انهياراً اقتصادياً شاملاً، لكن شهية ارتياد الفعاليات الثقافية لا تزال مفتوحة. قاعة سوق الطيب احتضنت سوق الكتب هذا، كتب جديدة ومستعملة ودور نشر ومكتبات عديدة، إضافة إلى كتب الأطفال. هي محاولة من المنظمين لاستعادة شيء من روح بيروت. الهدف هو أن نخلي الناس تقدر ترجع يكون عندها يعني أكسس على هيدا الشيء بحسب ما يكون إمكانياته، وبعدين حتى لو ما اشتريت يكون يرجع يضل في جو يعني نحن عارفين بشو عم نقطع. نحن منا عم نقول انه نحن كانوا عايشين بفقاعة يعني، بس انه المهم انه يضل عندنا هول النشاطات نضلنا نحن نتذكر يعني طبيعة لبنان. معارض الكتب المتنوعة غائبة منذ 3 سنوات، وانهيار العملة المحلية تسبب بانحسار المساحات الثقافية. ليس ذلك فقط ما أعطى سوق الكتب رونقه، بل أيضاً احتضان مارم خايل له، وهي التي نكبت بتفجير المرفأ. لازم بحاجة كتير، خاصة خصيصاً هون بهالمنطقة، منطقة صار الانفجار، منطقة منكوبة كانت. هلأ نحن صرنا كذا شهر يمكن أكتر بعد الانفجار ما قطعنا من هون، يعني هلأ تقطعنا شفنا أنه صار في حياة، ولازم يكفوا هيك. برأيي مجرد ما أنت تكوني بمكان عندك أشياء جميلة، أشياء عندها نوعية وأشياء عندها رؤية، بحد ذاتها أنت عم بتعيشي شيء أساسي لازم تعيشي. حتى لو ما تقدري تشتري مش مهم، بس تقدري تشوفي تنبسطي تلمسي تعرفي أنه في عالم عم بتفكر عم تحلم عم تخلق، كتير أساسي. هي المرة الرابعة على التوالي التي ينظم فيها سوق الكتب هذا العام، والمنظمون والزائرون على حد سواء يأملون أن يشكل خرقاً في حالة الجمود الثقافي غير المألوفة في تاريخ بيروت. هو نبض تحتاجه بيروت ويحتاجه اللبنانيون، خاصة رواد الثقافة منهم. والسؤال إلى متى ستظل ملامح الحياة استثناءً في مدينة كانت عابقة بكل أشكال الحياة؟ ليال خروبي اليوم، بيروت.